لا نستطيع ان نسكت اكثر من هذا الشيء. سكتنا وبلعنا كما يقول لك الناس السم وقلنا معليش من اجل مصلحه البلاد، لكن وصلنا الى درجه وين ما لازمش نكونوا شهود على الماساه التي تتعرض لها البلاد. البلاد داخله في حياه والبلاد رايحه للواد وما لازمش نسكتوا. نقولوا كفى، كفى التلاعب بمصير البلاد، كفى تلاعب بمصير البلاد. راكم مدين البلاد للهاويه، راكم ديتوها للهاويه، مش مدينه، راكم ديتو البلاد للهاويه. لكن على الاقل ما تغرقوناش معكم، لانه التاريخ لا يرحم، ستلعننا الاجيال القادمه. يقولون انكم كنتوا على بالكم وما وعيتوش الشعب وما نبهتوش وما قلتوش وما دقيتوش ناقص الخطر. الان ندق ناقص الخطر. مشاكلنا مع روسيا نتيجه السياسه الفاشله، الدبلوماسيه الفاشله. وانا عندي ايام وانا قاعد ننتقد في عطاف، مسكين ننتقد فيه، لكن عطاف خطير. انا الان نقول بصراحه، عطاف راهو خضره في الطعام، لا يستطيع ان يتخذ قرار. شفناه في فرنسا مع الرئيس ماكرون، قال له بالعمر تطفل صغير اسكت، جايبك تبع لي اسكت. هذا الامر هذا غير مقبول ان نسكت عليه. عطاف الان لم يبقى امامه الا انه يروح يبيع في دارهم، يقدم استقالته ويخلي حكومه المراديه حكومه الليل هي اللي تقرر، لا يتحمل المسؤوليه. انا نقول لعطاف حان الوقت انك ما تكونش شاهد زور، لان الذي يحدث الان يا عطاف تتحمل مسؤوليته للتاريخ. الاجيال القادمه راح يقولوا وقتاش صارت نكسات دبلوماسيه وصارت يعني عثرات وصارت مشاكل. الاجيال القادمه يقولوا في وقت اللي كان عطاف وزير خارجيه، لانه الان احنا نقولوا سنتيجي وقت صرات، صرات لما كان عطاف وزير خارجية مسجلة في كتب التاريخ. سنتيجي وقت صرات، صرات في وقت عطاف. إذا راح نقولوا حادثة غدامس والنكبة والأزمة والخيبة الدبلوماسية تاع 2024 وقتها وشكون اللي كان مسؤول؟ كان عطاف. إذا يا سي أحمد عطاف ما لازمش تحمل مسؤولية أكثر من طاقتك. احنا على بالنا بلي راك تحت اوامر، على بالنا بلي راك تحت ضغوطات، على بالنا بلي راك تنفذ في اوامر انت مش مقتنع بها. اذا لابد من وضع حد لهذا التهور وهذا التسيب وهذا الدخول في حيط. كنا نقولوا طرابلس خط احمر، ولينا الان وصلنا لغدامس ورانا ساكتين. غدوا نوصلوا الدبداب ونسكتوا. قوات حفتر غدوه كي نلقاوها في دبداب الدور، نقولوا الجزائر العاصمة خط أحمر. واشني؟ كنا نقولوا طرابلس خط أحمر سي تبون، وكان في غدامس. ما هو موقف الجزائر؟ ما كانش حتى بيان. ما كانش حتى بيان من الخارجية قال ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ هذا كما يقول لك الاستفزاز الليبي هذا اللي يقول لك استتباب الوضع الأمني في شو من الوضع الأمني؟ وراكم تشوفوا شنو عندنا احنا مشاكل في على حدودنا مع ليبيا. شنو عندنا مشاكل مع حدودنا مع ليبيا؟ ما عندناش. إذا هذا التجيش تحت حماية روسيا وتحت أنظار تركيا وتحت مخابرات مصر وأعين الإمارات، وش هذه الأمور اللي تصرى؟ وحنا كنا نطرش في الزفة، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ إذا للتاريخ لازمنا نقولوا كلمتنا للتاريخ، لأنك تقول تموت تسكت تموت. إذا لازم نقولوا وخلي نموتوا، على الاقل نموتوا على كلمه تاع حق قلناها للتاريخ. حشود العسكريه لميليشيات حفتر باتجاه غدانس، ويركزوا على منطقه غدانس. وقلت لكم غدانس اين تقع؟ ماهيش تقع في حدود مالي او النيجر، تقع على حدود الجزائر في المثلث الجزائر ليبيا. الجزائر تونس، ماهيش بعيده على حدود تونس، مش بعيده على حدود الجزائر وحدود ليبيا في المثلث. غدانس قريبه لدبداب ليبيا، مش عارف شنو صاير. مانيش عارفين كش ما صاير في منطقة غدامس دبداب، وإحنا ما على بالناش مع بيش، وراهم يقولوا بحجة السيطرة على الوضع الأمني، الانفلات الأمني في المنطقة. إحنا ما سمعنا حتى انفلات أمني، الأمور هي مستتبة، لكن هذا التحرك الليبي فيه إن، وشرحنا ماذا يحدث بالضبط. أنا قلت لكم قبل أيام، قبل يومين تقريبا، وصلتني معلومات أنه فيه جماعة على رأسهم النصاب وليد الحركي أمين بالعزوق اللي راهو شعل فيه النار، لأنه كشفناه. أمين بالعزوق مع مجموعة معاه من البزناس اللي معروفين وأسماءهم معروفين، يتكلموا باسم ابن الرئيس تبون، ما قالوش باسم مراد إبراهيم، قال لا، قال راهو وصلوا وقالنا
محمد وليد تبون قلنا نشوفهم مع الجماعة وراحوا رجال أعمال اتصلوا بهم قلنا جمعوا لنا أموال، رام يجمعوا في الأموال. أمين بالعزوق مع بعض النشطاء من بينهم نشطاء حتى إعلاميين صحفيين معروفين وجانهم رسالة نقول لهم جبدوا رواحكم قبل ما نذكركم بالاسم، للأسف الشديد نعرفكم شخصيا وموالف نهضر معاكم، جبدوا رواحكم. إذا هادو راهم يتحركوا باسم ابن رئيس الجمهورية وقال لهم رانا عندنا مقر في الجولف، فيلا في الجولف راه يقعدوا فيها يسقاوا ويقعدوا فيها ويجمعوا في الأموال لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون. إذا السيد وزير الداخلية اللي نحييه المناسبة، نحييه تحية كبيرة لأنه سمع الكلام هذا ونزل بيان قال احنا تبرين، كاين الناس اللي راهم يقولوا احنا رانا ممثلين تبون على مستوى الولايات مازال ما عينا حتى واحد، ما كان حتى مديرية حملة انتخابية على مستوى أي ولاية في العاصمة في الجزائر من الجنوب للشمال من الشرق للغرب. مدير الحملة إبراهيم مراد يقول مازال ما عنديش مكاتب على مستوى الولايات، حتى المكتب الوطني مازال ما داروش لحد الآن. مدير الحملة هو مراد إبراهيم وزير الداخلية الحالي اللي مازال ما نش عارفين ويبقى وزير الداخلية والله يخرج، هو مدير الحملة. من هم أعضاء المديرية مازال ما على بالناش، من هم ممثلي المديرية على مستوى الولايات مازال ما على بالناش، شكون راه يجمع في الدراهم قالك ما عندناش، اللي راه يجمع في الدراهم يتحمل مسؤوليته، الله يسهل عليه الله يسهل عليه. بالأمس عبد القادر بن قرينة في ختام الجامعة الصيفية اللي داروها تاع المناضلين قال لهم باللي احنا رانا نصرفوا من جيوبنا رانا نديروا كذا وكذا وكذا والحملة الانتخابية وكذا. اليوم نزلوا البيان، يعني البيان اللي نزل تاع مديرية المترشح الحر عبد المجيد تبون ضرب عصفورين بحجر. أولا ضرب عصفور النصابي اللي يتكلموا باسم الرئيس ويجمعوا في الدراهم ومعاهم جماعة اللي راهم يقولوا احنا مديرية الحملة في الولايات احنا الممثلين تاع الحملة، قالوا ما كانش، إذا واحد ما يتكلم باسم تبون. والعصفور الثاني هو بن قرينة ومن معه سواء جماعة الفلان أو الأنادي أو غيره، قال لهم بلي واحد ما طلبنا منه يصرف ربعة دورو وواحد ما محتاجينه لحد الآن ما محتاجين حتى واحد. إبراهيم مراد هو اللي نسق كمدير حملة، ينسق مع الأحزاب السياسية أو مع الشخصيات الوطنية أو مع رجال الأعمال أو مع أي واحد. إذا مبادرة حسنة وطيبة من وزير الداخلية اللي وضح الأمور. الآن مصالح الأمن والعدالة لازم تتحرك، شكون راهم هذو يجمعوا الدراهم باسم الرئيس وقداه جمعوا وين حطوا الدراهم، قداه جمعوا وين حطوا الدراهم. وبن قرينة وجماعته قال لهم شدوا سبعكم مانيش محتاجينكم، ما تصرف لا من جيبك لا من حساب الحزب نتاعك لا من والو مانيش محتاجينكم. اذا بيان مديريه الحمله الانتخابيه للرئيس المترشح عبد المجيد تبون بيان واضح وصريح. وانا قلت قبل ايام وقبل سنه وسنتين اذا ترشح الرئيس تبون هو الرئيس، ما هو محتاج حمله انتخابيه، ما هو محتاج رجال اعمال، ما هو محتاج تبرعات، ما هو محتاج خشف، ما هو محتاج كابويا. نزيد نوصي رجال الاعمال، نزيد نوصي رجال الاعمال لوجه الله في وجه ربي نقول لهم خافوا ربي في انفسكم، لانكم اذا حبيتوا تركبوا الموجه وحبيتوا تشيتوا وحبيتوا تلعبوها مارقين وقافزين تذكروا زعلان وجماعته لهم في الحبس بتهمه تمويل الحملة الانتخابية للمرحوم عبد العزيز بوتفليقة، راهم في الحبس ضربهم 4 سنين 5 سنين بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة. أنتم بعد 5 سنوات يروح تبون إلى ربي يطول في الأعمار، ومن بعدك الملفات يجبدوا أرواح، أنت مديت مليار، أنت مديت 2 ملايير، تحاسبوا تتحاسبوا، التاريخ يحاسبكم. تبون مش محتاجكم، ما قال لكم مش محتاجكم وبالفعل مش محتاجكم، لكن حبيتوا تقربوا من خلال النصابين أمين بالعزوق ولا عبد اللطيف القايم ولا جماعة ذوق الشبختة وتجمعوا الدراهم تبون، راكم تتحاسبوا ولو بعد حين، تتحاسبوا ولو بعد حين، تحاسبوا في الدنيا وفي الآخرة. إذا كل واحد ياخذ باله من الأغلى، خاصة وأنه بيان مدير الحملة الانتخابية واضح قال لكم مانيش محتاجين وما جمعناش ومانيش محتاجينكم، حتى التبرعات تكون واضحة وتكون مسجلة وتكون مريقلة. أعيد وأحيي وزير الداخلية على هذا الصراحة وهذا الوضوح وهذه الشفافية. إبراهيم مراد يقول لكم مش محتاجين الشياتين ومانيش محتاجين القياطة والبنادرية، احنا متبعين القانون وصدقني، علما وأنه رئيس تبون المترشح هو الرئيس في 7 سبتمبر. بعد 7 سبتمبر نتمنى أنه إبراهيم مراد يكون هو الوزير الأول
نتمنوا يكون وزير خارجية قوي، نتمنوا مستشارين قويين، لأن الجزائر في خطر. وبصراحة 5 سنين اللي فاتوا هذو تاع عبد المجيد تبون ما درنا والو، وراحوا في تماغة كلب. رانا طامعين في 5 سنين الجايين شنو يجيب ربي. 5 سنين هذو اللي فاتوا ما كان والو. السؤال وين هذه؟ ورونا هذه التحسن القدرة الشرائية والتحسن المعي، ورونا هذه وين وين؟ فهمش اللي تقصدوا، وين؟ في فنلندا ولا في النرويج ولا في الدنمارك ولا وين؟ ولا في السويد التحتانية ولا السويد الفوقانية؟ فهمونا وراني. هذا يا الشروق مع جرائد أخرى كلها، ماهيش الشروق كل الجرائد. ما الشروق يقول لك بلي التحسن وكذا وكذا. هذا منين؟ ما فهمتش أنا. إذا تهضروا على التقرير البنك المركزي، البنك الوطني، البنك الوطني راهو خرج بكم بواحد الخرجة من الكسب. الرئيس تبون قال الصادرات 13 مليار. البنك المركزي قال له دي لا لا 5 ملاير و30 مليون. 5 ملاير و30 مليون دولار صادرات. وهذه الصادرات وشنو هي؟ فيها الحديد تاع توسيالي تاع وهرم اللي يبيعوا ب 300 في العالم، يسوى ب 400 وهو يبيعوا ب 300 دولار. وعليه يبيعوا 300؟ لأنه أولا يهرب الدراهم لتركيا للخارج، ثانيا لأنه الغاز باطل. الصادرات محسوب فيها السيما، ومحسوب فيها المبيدات، ومحسوب فيها الحديد. هذو ثلاثة فيهم حوالي 3.5 أو 4 مليار صادرات، اللي هما غاز، اللي هما الغاز الجزائري يروح على شكل حديد وسيما ومبيدات. الباقي تمر وشوية خضرة وشوية خرشف وكابويا، 1.5 مليار 2 ملايير. أوكي قلنا 2 ملايير صادرات خارج المحروقات. نعم عندنا 2 ملايير اللي فيها شوية زيت زيتون، شوية تمر، شوية خضرة، شوية خرشف، شوية كابويا، عندنا 2 ملايير. نعم عندنا 2 ملايير، بصح الباقي 3 ملايير وزيادة حديد وسيما وهذوك المعادن اللي يروحوا فيهم الغاز باطل. الغاز يتباع بثلاثة أورو، ثلاثة أورو، وهو في العالم يسوى 150 دولار للطن تاع الحديد، حنايا يبيعوه بثلاثة أورو. معناتها التوصالي هذا راهو رابح 147 دولار، مديهم باطل أو أورو مديهم باطل غير من الغاز. سي نورمال يبيع الحديد باطل، كي يبيعوا ب 200 دولار للقنطار راهو رابح، راهو رابح قصدي للطن، راهو رابح.